معاكم لنجم من نجوم نادي الزمالك ونجم من نجوم خط وسط نادي الزمالك المتألقين، الرجالة اللي بيكون على قدر المسؤولية واللي دايما بيسعد وبيحب يفرح الجمهور معاه. احتفل إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بخطوبته خلال الساعات الماضية بالأمس، وده في حفل عائلي اقتصر على الأقارب وأقارب خطيبته وأصدقائهم وحضور عدد من اللاعبين. طبعا خطيبته ياسمين بنقول لهم ألف مليون مبروك، ونشر اللاعب على حسابه الرسمي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام مقطع فيديو لخطوبته وإعلانه بشكل رسمي، وظهر اللاعب في الحفل وسط أقاربه وزملائه، وطبعا كل زمايله كانوا متواجدين علشان يكونوا بيشاركوه الاحتفال. بنقول له ألف مليون مبروك يا إمام، دايما بتسعد وبتفرح طبعا كل الجماهير سواء إذا كانت جماهير نادي الزمالك أو جماهير منتخبنا المصري، في كل مكان دايما قادر على تقديم كل شيء محترم ومختلف، وتكون على قدر المسؤولية وتكون راجل دايما في أرض الملعب. مشاهدينا لسه